صباح الخير مرة تانية. هنستكمل النهاردة إن شاء الله جولتنا في معبد دندرة. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الملحقات الموجودة حوالين معبد دندرة أو معبد حتحور في الكومبلكس بتاع دندرة نفسها. دلوقتي هنبدأ نتكلم على المعبد نفسه. لو بدأنا نتكلم عن المعبد هنقول إن المعبد دوت يعني المعبد نفسه بيبقى تقريبا 36 متر في 60 متر، دي الأبعاد بتاعته، وهو تقريبا بيصل ل 12.5 متر في الارتفاع. المعبد الجدار الخارجي بتاع المعبد أو الأجزاء الخارجية بتاع المعبد بترجع لعصر الإمبراطور أوغسطس، وأشرنا لكده لما اتكلمنا على تاريخ المعبد إن هو بيرجع لأواخر العصر البطلمي، في عصر بطلميوس الـ12 وأوائل العصر الروماني. وقلنا ان الفيرست فاونديشن او اول بدايه وضع حجر الاساس للمعبد البطلمي والروماني بيرجع تقريبا للسنه 27 من حكم بطلميوس الـ12 اللي هو بطلميوس الزمار. الحقيقه بدايه بناء الناموس والحجرات اللي حواليه او الشابلز اللي حوالين قدس الاقداس خلصت تقريبا في 34 سنه، يعني تقريبا يعني بناء المعبد خد تقريبا 34 سنه وانتهى في السنه التاسعه من حكم الامبراطور اوغسطس. فمعنى كده زي ما قلنا قبل كده برضو ان المعبد كله بيرجع لاواخر العصر البطلمي، في عصر بطلميوس الـ12 وبدايه في عصر الامبراطور اوغسطس. So this temple, the construction of this temple began in Danaus. And this temple, as we said before, it takes a rectangular shape. It's 36 times 60 meters. These are the dimensions of the temple, and it's about 12.5 meters in height. The building and the exterior walls date back to the reign of Augustus. But the first foundation, يعني إيه first foundation؟ يعني البداية الأولى أو البناء الأول. The first foundation dates back to the reign of Ptolemy the 12th Eulites, اللي هو بطلميوس الزمار. The first foundation rituals date back to the 27th year of Ptolemy the 12th. And the construction of this temple took about 34 years till the 9th year of Augustus' reign. The orientation of the temple is north-south. زي ما قلنا برضو قبل كده التوجه أو الorientation بتاع المعبد آدي الشمال أهو وآدي الجنوب. آدي الفساد بتاع البروناموس بتاع التمبل. آدي الفساد أو البروناموس بتاع التمبل اللي هو البداية أو وجهة الفيرست هايبوستايل هول. البروناموس بتاع دندرة الحقيقة يعتبر أضخم وأكمل شكل ناموس في المعابد المصرية اليونانية الرومانية، وهو تقريبا بيصل لارتفاع بيصل ل 43 متر في العرض و 26 متر في الطول، وبعض الأجزاء بتاعته وصلت ل 17 متر. فهو يعتبر أكمل شكل لناموس في المعابد المصرية التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني. إحنا طبعا شفنا أشكال البروناموس في معبد زي معبد إسنا، معبد زي معبد كومومبو، لكن الحقيقة فعلا البروناموس بتاع والفساد بتاعه بيعتبر من أكمل شكل لبروناموس في المعابد المصرية خلال العصر اليوناني الروماني. So the pronaos of Dandara is considered to be the largest and the most completely preserved pronaos in the Egyptian temples during the Greco-Roman period. As we said, it measures about 43 meters in width. بيصل عرضه أو عرض هذه القاعة first hypostyle hall ل 43 متر في العرض, 43 meters in width and 26 meters in length, and it's about 17.5 meters in height. طيب لو بدأنا نوصف كده شكل الفساد بتاع البروناموس بتاعنا هنلاقي أول حاجة أشكال للأعمدة بتاخد أشكال هي أعمدة حتحورية، يعني في الأربع جدران أو أربع أوجه بتاعتها بنلاقي شكل الإله حتحور، الوجه كوجه بشري ولكن بودن كده أو أذن بتاخد شكل ودن البقرة.
ودي طبعا الأعمدة الحتحورية دي ظهرت بشكل خاص في مصر في العصر اليوناني الروماني. وعندنا برضو فوقيها هنلاقي شكل الجولد أو الساين بتاع النبو is engraved on one of the titles of اي حتحور، يعني هنلاقي شكل علامة النب أو النبو التي تعني الذهب محفورة. احنا عندنا برضو جريك ديديكيتري انسكريبشنز، عندنا يعني جريك او نص يوناني بيعبر عن الاهداء بتاع المعبد، وبيقول ان هذه وفقا طبعا الانسكريبشنز ديت النص دوت بيرجع للفتره ما بين 32 ل 37 قبل الميلاد، وفي عصر السنه 21 من حكم الامبراطور تايبيريوس. So this facade we can find here Hathori columns. And what is the meaning of Hathori columns? The Hathori columns are columns which are decorated with four shapes of goddess Hathor. ودايما بنقول ان goddess Hathor في بعض التايتلز اسمها حتحر نبوفيدو، صاحبة الاربع اوجه. وبعض السكولرز فسر له اربع اوجه لان الاربع اوجه دول بيتجهوا او بيروا الاتجاهات الكونية الاربعة اللي هي الفور كاردينال بوينتس. بالإضافة إلى كده قلنا إن علامة النبو the gold, meaning the gold is engraved on the over the shapes of the faces of goddess Hathor or the heads of goddess Hathor. And here we can find also dedicatory inscriptions, Greek inscriptions dating back to the reign of the Roman Emperor Tiberius, mainly to the 21st year of his reign. ويعني إيه dedicatory inscriptions؟ يعني نص تكريس، نص إهداء للمعبد. طيب دي حاجة. طيب هتبدأ تشرح هتقول ايه؟ هتقول زي ما احنا شفنا كده ان في هنا اعمدة حتحورية، هم عبارة عن ستة اعمدة وبيصل ما بينهم حوائط الستائر، اتكلمنا كتير عن حوائط الستائر. ثري بارتيشنز اللي على اليمين اللي هي في الويسترن سايد بتمثل اوفرينجز مختلفة لإلهة حتحور والإله ايزيس والإله ايزيس وحور السمتاوي واوزايرس، وعلى الوجهة الأخرى الايسترن سايد اللي هي على ايدك الشمال وانت داخل هتلاقي برضو offerings لي essence أكتر mainly لحتحور وحورس ومعات. Flanking or facing here we can find six حتحوري columns and they are joined together with screen walls. What is the meaning of a screen wall? Screen wall is a type of walls connecting the columns to the half of the height of these columns and they are decorated with different offering scenes. And the columns here are adorned with the shapes, the four shapes of goddess Hathor as a female goddess with the ears of a cow, looking to the four cardinal points or looking to the four main corners of the world. طيب هنقول برضو ادي شكل المعبد طبعا في بداية اكتشافه خالص، دي طبعا صورة قديمة موثقة. طبعا اشكال الاربع اوجه بتاع الالهة حتحور واضحين، شايفين اذن البقرة اهي اللي احنا اتكلمنا عنها. On the east, on the right and left, we can find different scenes, different offering scenes here. The scenes on the right, to the visitor, we can find offering scenes to Hathor, Horus, presenting the sistrum to Hathor and Horus. Here is presenting the lotus to both Harsontus and Isis. And here he is presenting Maat, the emperor is presenting Maat to both Isis and Osiris. On the other side, the emperor is presenting the sistrum once again to Hathor and Horus. يعني نفس الشكل هنا هنلاقيه هنا تمام. Where here he is representing the incense to both to Hathor and Horus. Here are incense يعني اللي هي البخور. And here he is presenting the ma'at في sign to both Hathor and Horus. تمام. يبقى احنا هنا على اليمين والشمال هتلاقي حتحور وحورس في سيمترية كده، وهما هنا بنفس الشكل بيمثلوا السيسترم علشان ما تنساهمش. تمام. هنا Isis is presenting the Roman Emperor is presenting Lotus to Isis and Harsontus, and here he is presenting Maat to Isis and Osiris. On the other side here he is presenting incense instead of Lotus تمام to Hathor and Horus, and here he is also presenting Maat to Hathor and Horus. يبقى هنا نفس القرابين موجودة
تمام. لو بتحاول يعني تعرفهم، ادي نفس نوع القرابين اللي هي الماعت، علامة الماعت هنا وعلامة الماعت هنا، ولكن اختلفت الآلهة، هنا ايزيس وأوزايرس وهنا هاتحور وحورس. بالنسبة لهنا هي نفس برضو القرابين بنفس الآلهة، متطابقة تماما، اللي هي على جانبي البروناوس. وهنا اختلفت بقى الآلهة الموجودة ونوع القرابين نفسها. تمام. بعد كده لو بدأنا ندخل للبروناوس، لازم نقول ان البروناوس نفسه في 24 عمود حدحوري. ادي اول صف اهو، 1 2 3 4 5 6، 3 في 6 ب 18، والستة اللي موجودين هنا، يبقى احنا عندنا 24 عمود يعني متضمنين جوه هذا العدد الست اعمدة اللي موجودين في الواجهة بتاعت البروناوس. تمام. وبرضو ال 24 عمود تيجان حدحورية. So the ceiling of the pronaos is supported by 24 hathoric columns. They are supported by 24 hathoric columns. And we can find inside the pronaos three rows of columns. Okay. And every row consists of six hathoric columns. So we have here inside 18 hathoric columns plus the six in the entrance or in the facade adorning the facade of the pronaos itself. طيب هنبدأ نشرح. لو انت كفاية كده عايز تشرح المناظر اللي موجودة، تعالوا نشوفها كده مع بعض بترتيبها. وانت داخل اهو، انت داخل كجايد على اول منظر او جزء من مناظر، سلسلة من المناظر هتقابلك، هتبقى على ايدك اليمين. اول حاجه هتلاقي ان الرومان امبرور، هي دي مناظر زي ما قلنا، هي مناظر التاسيس، ومناظر التاسيس اخذت يعني اهميه كبيره جدا، وتصويرها على الجدران اخذ اهميه كبيره جدا في معظم المعابد المصريه اللي بترجع للعصر اليوناني الروماني. من اكمل المناظر اللي بتبصر عمليه التاسيس كانت موجوده في معبد الادفو في الصاله الثانيه. ويعني هي بتتكون من شعائر كده معينه. هنا بنلاقي الامبراطور نيرون وهو لابس التاج الاحمر لمصر السفلى، وطبعا زي ما قلنا كتير قبل كده ان التاج الاحمر اسمه الدشرت، وهو بيترك البالاس بتاعه او القصر بتاعه، وطبعا قدامه بيوجد الكاهن وهو بيحرق البخور. تمام. والاشارات المختلفه للنومس بتاعه ايجيبت او الاقاليم المصريه المختلفه. So to the right we can find different scenes presenting the foundation scenes of the temple. And as we said before, the foundation scenes are a very important type of scenes found in the Egyptian temples during the Greek Roman period. The most well-preserved and most complete scenes are found in Edfu temple in the second hypostyle hall. Here we can find the Roman Emperor Neron wearing the traditional Egyptian costumes, and he is wearing the red crown of Lower Egypt, which is called in the ancient Egyptian language as Desheret. Okay. And he is leaving his palace. Tamam. In front of him we can find different signs of the different nomes of Egypt, and here we can find the priest who is burning the incense in front of the king. طبعا المنظر اخر، وهو منظر التطهير او التطهر، تطهر الامبراطور رينيرون من قبل حورس وايبس، اللي هو الايبس بيعبر عن الاله تحت او الجحوتي اله الحكمه. طبعا احنا برضو اتكلمنا تاني على مناظر التطهير، وقلنا ان مناظر التطهير من احد اهم المناظر اللي كانت موجوده على وجهات البروناوس او بداخل البروناوس نفسه. So we here find the purification of the Roman Emperor Neron by both God Horus and God Tahatu, who is a god of wisdom. And they are pouring water from the Hes vase, and the water here is taking the shape of the Ankh. Halas. So the artist wanted to symbolize what? To symbolize that the two deities are giving life, eternal life, to the Roman Emperor. معنى ايه الكلام ده؟ اللي هو الفنان عايز يؤكد ان الالهة دول بيمنحوا الحياة والابدية لهذا الامبراطور. طبعا من المناظر اللي اخذت شعبية برضو مناظر التتويج، وهنا الامبراطور بيظهر بقى وهو مرتدي التاج المزدوج اللي احنا برضو اتكلمنا عليه كتير، اللي هو التاج السخمتي المنتمي للقوتين upper and lower Egypt.
وطبعا المنظر دوت هنا من خلال الإلهتين نخبة أند واجد، وبرضو اتكلمنا عنهم قبل كده، اللي هما إلهتي مصر العليا والسفلى. So we can find here the coronation of the Roman Emperor Nero. He is here crowned with a double crown of Upper and Lower Egypt. And here we can find the two goddesses of Upper and Lower Egypt, Nekhbet and Wajit. They are crowning the king. دي المناظر اللي انا بلاقيها على ايدي اليمين. طيب وعلى ايدي الشمال وانا داخله في بعض المناظر الاخرى اللي يا ريت جدا طبعا ان انت تشرحها كجايد. المنظر اللي على الشمال بيمثل نفس المنظر السابق، لكن بدل ما كان الامبراطور الروماني نيرون مرتدي التاج الاحمر بتاع مصر العليا السفلى، هو هنا مرتدي التاج الابيض بتاع مصر العليا اللي اسمه في اللغه المصريه القديمه حجت. وبرضو الامبراطور، وبرضو هنا هنلاقي الكاهن وهو بيحرق البخور، وبعض السيمبلز اللي بتمثل النومس بتاعت مصر المختلفة. So that to the left we have a very similar scene in accordance or in comparing with the second scene, the first scene as we talked about to the right. Here we can find the Roman Emperor Neron. He is crowned with the white crown of Upper Egypt instead of the red crown of Lower Egypt in the previous scene. He is also walking out from his palace, leaving his palace. Okay, and here the priest is burning incense, and also we can find the different symbols of the Egyptian nomes. لازم برضو نشير ان هو على جانبي البروناموس بنلاقي مدخلين، وطبعا المدخلين دول كانوا عادة بيستخدموا من قبل الكهنة اثناء الطقوس اليومية، لان احنا قلنا القصة دي مرارا وتكرارا ان الابواب الرئيسية عادة كانت بتستخدم اثناء الاحتفالات الرسمية، لكن الابواب اللي هي الجانبية دي كانت بتسهل شوية عملية الحركة للكهنة اثناء الطقوس اليومية داخل المعبد. So on the every lateral side of the pronaos, there is a subsidiary door. What is the meaning of a subsidiary door? It's يعني معناها مدخل جانبي. It's a subsidiary جانبي door which was used by the priest during the daily rituals. And as we said before, the main gateways were mainly used during the major festivals of the temples. طبعا انت في الكجايد بتقف شويه كتير جدا جدا عند السيلينج بتاع البروناموس، لان طبعا السيلينج بتاع البروناموس بتاع دندره بيمثل الزودياك اللي هي الابراج ودائره البروج وال 12 برج اللي هم حتى الان في ناس طبعا بتقرا الابراج وبتعترف بيها يعني، وبتحب تقرا حظها وفقا للبرج بتاعها وهكذا. فالبروناموس او الزودياك دوت يعتبر اكتر مكان ظهرت فيه الابراج بشكل متكامل جدا. احنا عندنا الزودياك مصور في منطقتين او في مكانين في دندره، هنشوف مع بعض. ده اول مكان منهم ظهر بشكل مستطيل، يعني ظهرت في شكل يعني ريجسترز كده جنب بعض، وكل ريجستر بيمثل حاجه معينه. فعلشان كده لازم كجايد انت تقف شويه عند السيلينج بتاع البروناموس. So the decoration of the ceiling dates back to the Roman Emperor Tiberius, and it represents the zodiacal scenes. What is the meaning of the zodiacal scenes? The 12 zodiacs, اللي هم الأبراج الرئيسية، أبراج الزودياك الرئيسية. They are perfectly represented in bright colors, and they are recently restored. الحقيقة وزارة الآثار عملت مجهود جبار في إطار الحفاظ وإعادة يعني ترميم السيلينج أو السقف بتاع البروناموس بتاع دندرة بشكل هايل، فأصبحت فعلا الألوان بتاعته ظاهرة بشكل كويس جدا. The ceiling is divided into several rectangular partitions. السقف بتاع المعبد من حيث الديكوريشن هو مقسم لسبعة أجزاء رئيسية، وهنتكلم كده عنهم واحدة واحدة. ادي الاول واحد ال first partition دوت to the west، يعني على يمينك وانت داخل. اخر واحد بيمثل الالهة نوت، ادي الالهة نوت اهي.
تمام stretched، وبنلاقي طبعا ان هي بتفرد ايديها ورجليها فرداهم بشكل كبير جدا، وبنلاقي ال 6 northern constellations اللي هي الابراج في الجزء الشمالي، وهي بتمثل طبعا الابراج المختلفه ساجيتيريوس سكوربيو ليبرا فايكرو ليو اند كانسر، ودي الابراج المختلفه. So on the first partition is in the west. So it's on the right when you enter the pronaos. This the first register is representing goddess Nut, goddess of the sky, and she is spreading her wing, her arms and legs. She's spreading here her arms and legs, and if you observe her body is depicted in the form of water. شايفين التعريجة دي بتمثل ايه؟ in the form of water. And here we can find the depiction of every constellation, the six constellations, the six northern constellations. تمام، دي الأبراج الأولانية، وهم as they are as followed. Sagittarius، تمام، here Scorpio, Libra, Virgo, Leo and A and Cancer. خلاص دي الأبراج المختلفة. ال second partition عادة بيظهر فيه تصوير ال four winds، واحنا اتكلمنا قبل كده على ال four winds وظهرت في معبد كومومبو لو انتوا فاكرين، في حاجة كان اسمها كده باب ال four winds او الباب بتاع الرياح الأربعة. خلاص وادي شكل اهوت لاشكال الريح برؤوسها الاربعه وبشكل رام with four heads and four wings and two wings winged shape. طبعا ده شكل كده يعتبر خرافي يعني، وده بيمثل اشكال الرياح الاربعه. ده في السكند بارتيشن ادي اشكال الرياح اهوت تصويرها. دايما انتوا شايفين الصور او الالوان براقه جدا، they are highly preserved. This is the second partition to the right when you enter. خلاص ال third partition وانت داخل represents the lunar cycle and god Osiris. He is represented طبعا in his bark في المركب بتاعته. And in the complete moon وبيمثل طبعا شكل القمر واكتمال قرص القمر. ده ال fourth partition اهو. تمام ال fourth partition هو بالظبط في المنتصف وانت داخل، يعني انت كأنك داخل كده ده هتلاقيه ال partition اللي فوقك بالظبط. It's this is the fourth partition directly in the in the central of the pronaos. It depicts repetitive shapes. يعني ايه repetitive shapes؟ يعني اشكال متكررة. Repetitive shapes of vultures spreading their wings as sign of a sign of protection. دي بعض برضو الاشكال من ال fifth and sixth partitions. ال fifth partition طبعا they are representing the 12 hours of the day. ساعات النهار ال 12. And the sixth partition depicts the solar cycle, the 12 hours of the day، برضو بيمثل ساعات النهار. وفي الاخر خالص ال seventh partition اللي في الاخير بقى اللي هو in the east، تمام، ده بيمثل ال 12 برج اللي فاضلين. It represents the six zodiac signs in the 6000 constellation. Adil Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus and Gemini. تمام دول الابراج الستة الباقيين هما